هعمل معاك كرات اللحمه بالمشروم. ايه هي مقاديري؟ اول حاجه عندي اللحمه المفرومه، عندنا الطماطم، البصل، عندي الثوم المفروم، البابريكا، جوزة الطيب، الكاري، ملح وفلفل، طماطم مبشوره، بقسماط، كزبره ونعناع، وعندنا المشروم. هنجيب المشروم الفريش وهيكون مش متقطع زي ما احنا شايفين. عندي الكريمة، صويا صوص، مكرونة الشرايط، ومرقة اللحمة والنشا. تعالوا كده بقى نشوف سريعا هعمل ايه. اول حاجة هعملها عايزة اجيب بولة علشان اعمل ميكس الكور اللحمة بتاعتي. هحط هنا اللحمة المفرومة، هحط معاها بصل مبشور، هنحط شوية طماطم، شوية ثوم، شوية كاري، بابريكا، رشة جوزة الطيب، وبعد كده ملح وفلفل كده، وبعدين رشة البقسماط، عندي الخضرة وايه والنعناع. هنعمله، شوفوا 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 جماله وحلاوته، كل الكلام الجميل ده هنقوم عاملينه كده مع بعض وايه ونكوره كور حلوة وسقعه في التلاجة او في الفريزر، وبعدين اطلعه واعمله. شوفوا بقى كده، وهجيب بقى هنا كده الكور بتاعتي، يلا بينا. وهقوم مكورة، اهم حاجة ان انا لازم اسقعها شوية علشان ما تتفتحش مني، اهو كده تفضل بالتكستشر بتاعها الجميل. نعمل الكفتة بتاعتنا الحلوة، هحط هنا شوية من الزيت، وبعدين هنزل الكفتة تاخد الشوية الجميلة كده زي ما احنا شايفين. وفي الوك التاني هجيب الزيت اعمل بقى معاكوا ايه بقيه الوصفه. هحط حته تومه، وهجيب المشروم، هنزل المشروم. المشروم عايزاه صحيح زي ما هو كده زي ما احنا شايفين، وايه هقلبها تقليبه سريعه كده. الله الله الله. وهجيب الخضره، بقدونس، كزبره، الحاجات اللي احنا بنحبها، وهقوم حطاها كده وهنقلب تقليبه سريعه كده. هديها رشه ملح وفلفل ورشه فلفل. هنا عندي الكفته سريعه على النار، ما بتاخدش وقت خالص اهو. بصوا بقى كده المشروم، بعدين هاجي هنا اعمل بقى الصوص بتاعي اهو، المرقه بتاعتي، مرقه الخضروات، هحطها كده. بصوا بقى الجمال والحلاوه اهو كده، تاخد غلوه. وهقوم جايبه هنا ايه الكريمه ومزوديها كده، حلو قوي. نقلب اهو، الله الله الله. هسيبها تاخد الغلوه، هحط الصويا صوص كده. كده انا الصوص عندي جاهز، بس ناقصني ان انا ايه اتقله شويه، بس هسيبه الاول يغلي غلوه مع بعض. كل ما يغلي غلوه كل ما ايه الصوص بتاعي بيتقل وطعمه بيكون كمان احلى واحلى. بصوا بقى الجمال اهو، هنزل كده المكرونه وياخدوا غلوه. بصوا مع بعض اهو، بصوا بقى كده بدأت تتقل. Thank you.